رح نعمل جولة على أبرز المحطات الفنية والثقافية ومعظمها العلاقة بعيد الميلاد، وبنبدأ مع كارول عون وجيل برجلخ مع فرسان العذراء برعاية مارجريس الدكواني اللي بيدعوا إلى ريسيتال ميلادي بإدارة الأستاذة نسرينة الحسني السبت بكرة 17 الشهر 8 المساء بكنيسة مارجريس بالدكواني، وبنسمع كارول عون. وناطر زهر اللوز بنيسان بقلبه الإيمان ومغطى بعالم لبنان. تتلوج الدنيا بتشمس الدنيا وين بتعرف حياتك تقدر تصدقني خبيك بعيني. منتابع جامعة روح القدس بالكاستيك مثل كل سنة رح تحتفل كمان بعيد الميلاد، والسنة مع جوقة الجامعة والموعد 23 الشهر 7:30 المساء بقاعة البابا يوحنا بولس الثاني بجامعة روح القدس بالكاستيك. جوقة القديس استيفانوس ايضا بدوره بتعطينا مواعيد ميلاديه من بعد ما قدمت امبارح ضمن بيروت ترنم، رح تعطينا موعد جديد ب 17 شهر بديرمر يوحنا بالخنشاره على 7:30 وب 22 شهر بكنيسه القديس جوارجيوس ببكفيا الساعه 7 بعد الظهر. الأفلام مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتخصص مساحة للأفلام اللبنانية، هالمرة الفيلم بعنوان تحت القصف أو سولي بومب إنتاج عام 2006 إخراج فيليب عرق تنجي ومن تمثيل جورج خباز وندى أبو فرحات. نذكر إنه الفيلم حاصد عدة جوائز عالمية، والعروض التنين أو العرض التنين 19 شهر الساعة 7 بعد الظهر بالأنديوز ومصبح. نوصل بالسلامة بعدين بنحكي، تفضلي. لا بدي أعرف قد إيه. ستنا أنت عارفة شو في بجنوب؟ امبارح خلصت الحرب بس اليوم ما حدا بيعرف شو فيه، بكره يمكن ترجع اسرائيل تقصف عليه. قد ايه يعني؟ بدي اذكر انه الدخول مجاني، ومن بعد العرض رح بيكون في حلقه نقاش بحضور المخرج الممثلين والاستاذ الناقد السينمائي اميل شاهين. كارلا رميا بامسيه فنيه موسيقيه مع الاوركسترا اللبنانيه الشرق عربيه الاربعاء 21 شهر 8 المساء على مسرح بيير ابو خاطر جامعه القديس يوسف. يتعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القلوب. تحت عنوان كريسماس ريونيون وللسنة الثالثة على التوالي حفلة فنية بتسبق ليلة عيد الميلاد وتحديدا ب 23 الشهر بالبيروت او لا بالفورم دو بيروت، ورح تجمع السنة الفنان عاصي الحلاني مع الفنانة نانسي عجرم والممثل توني ابو جودة. تخليدا لذكرى واستكمالا لمسيرته بتدعي جامعة سيدة الويزة للمشاركة بمنح جائزة سعيد عقل، ومن بعض الأسماء اللي استحقت الجائزة الصحفية مي منسى عن فئة الرواية وغيرها، وأما عن فئة الفن رح ياخذ الجائزة الفنان إلي شويري الموعد الثانين 19 شهر 5 بعد الظهر بقاعة عصام فارس بالأنديو. هيك بنكون ختمنا جولتنا على المحطات الثقافية والفنية، رح نعرف شو أحوال الطرقات هلا مع بيارات.
محمد معتوق من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه التفاصيل عن حركة السير بهالأثناء، وطبعا ناخذ فكرة أوضح عن وضع الطرقات الجبلية. صباح الخير. ايه صباح الخير. كيفك؟ الله يعافيك، تفضل. اكيد بداية بلش من الطرقات الجبلية. جميع الطرقات الجبلية بالمبدأ انه عنا مقفلة باستثناء عنا ظهر البيت للسيارات المجهزة بالسلسلة المعدنية والدفع الرباعي. عنا طريق فرس الوين ترشيش، عنا فرز بيان فرية ساحة وردة، طريق أرطب العقورة، طريق ترشيش زحلة، طريق عام ترشيش زحلة. جميع الطرقات بمنطقة حسن الجبي كمان للسيارات المجهزة والدفع الرباعي، وطريق صدقة بيت أيوب عكار. وعندنا منطقة تهدن، وكذلك الأمر طريق عين عطا شبعة، طريق شبعة كفر شوبة للسيارات المجهزة والدفع الرباعي. عندنا طريق ظهر بيضة حاليا سالك لجميع السيارات على الخطين باستثناء الشاحنات. وكذلك الأمر عندنا منطقة جنوب نهرمتا كفر حونة باتجاه مشغرة سالك لجميع السيارات. هذه بالنسبة للطرقات الجبلية حاليا. اكيد اي مستجدات نحن معكم على التواصل باي شيء جديد بين المواطنين. رح نرجع نسكر كذا مره بالرقم الخط السخني اللي هو 1720 او عبر غرف عمليات قوى الامن الداخلي 112. صح 100%. هلا بالنسبه للحركه بتصير على مداخل بيروت، على المدخل الشمالي عم بيشهد حركه ناشطه خاصه من مفرق شنان عير حتى مفرق يسوع الملك. بيضل السير كمان يكتمل في حركه كثيفه من ايش باتجاه انطلس جل الديب لنهر الموت، لا اكيد للكارنتينا الدوره. التقاطعات سن الفيل عندنا نحن الصالومي الحايك عندنا حركه على هذا المحور. وكذلك اما داخل العاصمه عندنا عبيش الحركه ناشطه خاصه باتجاه نفق سليم سليم وسط بيروت. المدخل الجنوبي عندنا نحن ما نلفت نظر للمواطنين، نحن عندنا مدخل جنوبي هلا في حركه ناشطه خاصه على انفاق خلدي وباتجاه شوفات. اما الاوزاعي فاعتبارا من البارحه صار عندنا نحن تدابير جديده بالنسبه لحركه السير، يعني نحن من الساعه 9 للساعه 6 يوميا المتجهين باتجاه بيروت من الجنوب صار عندنا خط الأوزاعي على المسلكين، هذا خصوصا للسيارات القادمة من الجنوب. من محطة المدور باتجاه جسر السلطان إبراهيم للساعة 9، وأكيد اللي السيارات المتجهة من بيروت باتجاه الجنوب بتحول السير من سلطان إبراهيم باتجاه سفارة الكويتية وتصير للأسف باتجاه أنفاق خلدي. هذا التدبير يوميا اعتبارا من الساعة 9 للساعة 6. نعم. بالنسبه ل حوادث السير 24 ساعه الماضيه صار عندنا 13 حادث للاسف نتج عنهم قتيلين و14 جريح. مخالفات السرعه الزائده، تم تنظيم 1034 محضر سرعه زائده. اكيد نحن بنطلب من السائقين بهذا الطقس ينتبهوا الحذر والتروي وعدم التجاوز اثناء القياده خاصه على الطرقات الجبليه 100% والامن الداخلي. شكرا على وقتك المؤهل الاول محمد معتوق، بنتمنى لك نهار حلو ودافي. رح نتوقف هلا مع تاني فاصل وبنرجع بنتابع اخبار الصباح مع تقاريرنا المنوعه لليوم وضيوفنا. انتلكم معنا.